رحيم اليوم اجتمعنا مع رئيس المنظمة الحاج مختار ومع المكتب تاعه. هضرنا اليوم على القسمة وانايا انا طرحت لهم سؤال بالك 20 خطرة على هذه القسمة يلزم يعاودوها يلزم يديروا لها سكرتير يلزم يعطوها تنابل يلزم يعطوها لي كارت. للان قالوا بعد المعتمر مع جهه الاجتماع نكونوها ونعطوها ونديروا لها. اليوم تكلمنا نهضروا كاين ناس اللي من المكتب يقطع عليك الهضره اللي ما عندهاش